أعزائي المشاهدين، وأخيراً ومن بعد سنتين كاملة من تواجد اللون الأحمر في صور مقاطعي، جاء اليوم من يقول فيه وداعاً للون الأحمر. خلاص زهقنا يا عمي، باقي الألوان كل يوم واحد دق علي يشتكي ويقول متى تعطينا وجه. ولكن خلاص من اليوم رايح راح ننوع من الألوان، وابغاكم ترحبون معايا بكل الألوان الجديدة وتضيفونهم. ها، وبالنسبة للون الأحمر ترى ما راح ننساك، راح نرجع نستخدمكم فترة فترة. ها، على العموم يا اخوان جدا مشتاق لكم، رجعنا لكم اليوم بحلقة جديدة، ولو ما تدرون دخلنا شهر جديد. وزي ما جرت العادة يا اخوان، بداية كل شهر لازم ننزل لكم حلقة جديدة من سلسلة توبز لا تضحك. خلونا نبدأ. هلا وسهلا بجميع جل الاخبار، شو مسوين؟ داري يا اخوان اني مقصر من فيديوهات في شهر 6، ولكن بكل امانه كنت ماخذ اجازه وكنت مسافر، والاجازه هذه خلاص خلصت، ولا احد يحسبني اني زعلان ان الاجازه خلصت ولا شيء. بالعكس جدا مبسوط. عندنا حلقه جديده من سلسله توبز لا تضحك، في فيديوهات رهيبه اليوم، وعلى كل فيديو راح نشوفه ونضحك عليه راح اسوي دونيشن بقيمه 500 دولار. وبيني وبينكم دام الموضوع في 500 دولار، وراح اشوف فيديوهات قويه، الموضوع يحتاج اعلان. فيديو اليوم يا اخوان برعاية انفيديا. انفيديا يا اخوان مقدمين لنا تحفة فنية، خلونا نستعرضها مع بعض. ASUS ROG Flow X13 with RTX 3050 Ti. اللابتوب هذا يا اخوان مو طبيعي، اذا كنت لاعب او كنت صانع محتوى اكيد وقتها راح تحتاج جهاز قوي يخدم الاشياء اللي انت تبغى تسويها. الجهاز هذا يا اخوان فيه وحدة معالجة الجي فورس RTX 30 سيريز. دقيقة، ايش يطلع الشيء هذا؟ الشيء هذا بكل اختصار اذا كنت تحب الالعاب وتبي تلعب على جهاز قوي، الجي فورس RTX تمنحك معالجة الرسومات وتخلي الاشياء اللي تشوفها اكثر واقعية ومع تفاصيل عالية الدقة باستخدام تقنية الري تريسنج، بالإضافة إلى توفير أعلى معدل FPS للألعاب التنافسية وتحسين جودة الصورة باستخدام تقنية DLSS. ناهيك طبعا عن المميزات الإضافية زي NVIDIA Broadcast و RTX Voice للبث وغيره. الجهاز فيه مميزات كثيرة يا إخوان، ومن أهم الأشياء اللي أنا أشوفها صراحة أنه ما يحكرني أني أشتغل في مكان معين، أقدر أشيل الجهاز معي بأي مكان وأنجز شغلي ولا ألعب لي كم جيم أجلد في الخصوم. بالنسبة لجلد الخصوم طبعا يا إخوان يمديكم تشبكون الكنترولر المفضل لكم على هذا الجهاز وتلعبون بالكنترولر برضو. واخيرا يا اخوان برضو يمديكم تستخدمون الجهاز هذا للدراسة، مو شرط تسوي بثوث عليه ولا تلعب جيمينج. الجهاز مواصفاته جدا رهيبة يا اخوان، ولو كنتوا تبغون تقرون معلومات اكثر عنه راح اترك لكم الرابط تحت في صندوق الوصف. الفرق بين العرب والاجانب في فيفا. اوكي، هذول الاجانب؟ نعم. حلو. العرب يلعن من عارضة، يلعن من عارضة. أنا شوف صراحة ما في فرق. يلعن من عارضة. نفس الرياكشن بالضبط، الله يهديكم، تكبرون المواضيع بعض المرات. اسأله سؤال عشان يختبر مستوى الذكاء اللي عنده. أنت دلوقتي ماشي في الطريق، فجأة ظهر قدامك أختك ومراتك، هتدوس إيه؟ دوس مراتي. دوس مراتك إيه يا ابني؟ ركز يا ابني الله يبارك لك عشان أخلق إيه دهية. دوس فراول. أنت ماشي في الطريق. ظهر قدامك فجأة أختك ومراتك، هتدوس إيه؟ هتدوس مراتي يا معتز. ما تدوس فرامل، ما تدوس فرامل. يعطيه الصحة والعافية. لو لاحظتوا يا إخوان يعني ما شاء الله تبارك الله باع مراته بثلاث ثواني بس. زيادة حالات الإغماء في ألمانيا بسبب وصول درجة الحرارة إلى 38 درجة. 38 يا حبيبي، 38 احتمال اطفي المكيف وانام بدونه. ده شوف درجة حرارة حقيقية اللي هنا 45 والشباب طالعين واحنا برا. يلا مو مشكلة، انا بعدين ليش شخصنت الموضوع؟ خلونا نشوف الفيديو. يا سلام. والله حقيقي، والله بجد انا اعرف ناس شمس ويجيب لك احلى شاهي، ايش قصر فيه معاك الكوكتيل مثلا؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك. يعطيك العافيه. والله وسام من زمان عنه والله. انت هون؟ ولك انت هون؟ لك اسبوع بتتعب، هسه بتستاهلني. اوكي. مش بس بستاهلك، بستاهل ابوكي. شو الخطه؟ شو الترتيب؟ مخده واحرام، هذا هو الترتيب. مخده واحرام، مخده واحرام، شغال. مخده اللي تلوي خدودك حب. ورانا قاعدة وبلاي ستيشن وتريكس، فكك فكك من الهبل. كم تتدخل انت؟ احنا متفقين من نص الاسبوع انه مخده احرام صح؟ احكي له هتدخلوني في مشاكل. دقيقة، ما كنت متوقع بيوم من الايام راح اشوف الراحة والسهر والعطلة يتهاوشون مع بعض، فعلا يعني وصلنا لمرحلة متقدمة من الزمن. نرجع للسكتش. اتفقوا انا شغال على الجهتين. انا ما حناقشك. كابتن
بدك تنجبر تنام ولا بدك تطلع تسد الخساره اللي عليك؟ سد ايش ولا ايش؟ هو عمره فات، شو اللي بتسكت فيها؟ اذا واحد بيجرح والثاني بزيت ملح هسه بحمل حالي بروح اشتغل اوفر تايم، ايش هذا؟ على العافيه شباب، حدا حكى اوفر تايم؟ صيغه مبالغه، اكيد مش هروح اشتغل اوفر تايم، كيف فتت انت؟ اطلع برا. انا زهقت والله. وانا كمان. شو رايكم نطلع نحن الثلاث ونسحب عليه هذا اللي مش عارف يقرر؟ الله، هاي خطه كويسه. يلا يا ان اوفر تايم. والله تخزى تخزى. اوكي دقيقه، اذا العطله والراحه والسهر طلعوا مع بعض، والاوفر تايم قال تخسى والله ما بروح لك. وسام كيف قضى الويكند ذاك اليوم؟ بسيطه، تلقاه قضى العطله وهو يتابع قناتك. دايم اتكلم عاد، والله بيني وبينك هذا من افضل الجداول. تصدق حبيتك؟ شكلي برجع كل الثمنيلات باللون الاحمر من جديد. بالله من جد اقول لا تصدق نفسك. شوف الفيديو اللي بعده يلا. كل ما نويت الا صلاتي ما اخليها هي حياتي. وربي سريع للسويتش اللي سواه. وانا كل ما نويت الا صلاتي ما اخليها. انا اذا رحت مطعم فخم اوكي قاعد احاول يقصها ما ضبطت وياه. عالسريع كذا اعطيها واحده بس. هذا لا يفاك الغالي. احمد انت مشغل اغاني؟ يا مو مشغل اغاني؟ لا. انت بتذكر؟ اه ربنا معاك. بذاكر كلمات الاغنيه. انا سمعت اغاني زي مجنون. لا ده تلاقيه الشارع. ربنا معاك. خلاص خلاص خلاص. لا طول الفيديو، طول طول الفيديو مره طول. خلاص هتحرق الصب. جميل جميل الفيديو. كان جمالك عز متابع، كان جمالك عز متابع. التركيب ضابط. ديم صدقوني لو كان ناوي يغنيها ما بيسويها بالطريقة هذه. على هنيك. طيب ابوي اوكي عرفت الترند. سؤال وعطني، هل تشوف انه عادي ولا لا؟ لو مثلا ادخن. يا سلام. ادخن اخوان، هذا الترند انا اعرفه موجود بالتيك توك. فكرته انه يجي الولد او يعني الابن ويحط لستة وراه ويسال ابوه وامه انه هل يقدر يسوي الشيء هذا ولا لا. عادي انام عند رجالتي. نو خوينا يا اخوان ما بده يوصل للشيء الثاني باللستة. من الشيء الاول قفل الفيديو. يلا ما عليه، نقول ان شاء الله في تكمله للفيديو ما ندري، ننتظر الجزء الثاني ان شاء الله عشان نشوف الباقي. طيب الحين انا قاعد اضحك على نفسي، هذا تعب ضحكه ولا هذا تعب ضحكه؟ والله ما ادري بس ضحكه لنفسي، المفروض ما تعب ضحكه ها؟ انا اشوف زي كذا برضه. ايه تفضل. لا من اول ما مدده والله عرفت. اه ايدي في ايديك وعشان خاطر عيني. تهين. اوكي. هعمل الله شكرا. والله شكرا، ما كنت ادري ان ابو عمر يشارك بالفيديو كليب هذا. يا رب التركيب ممتاز يا اخوان بشكل مو طبيعي. عاد هذه كانت اول $500 فيديو اليوم، يا رب انها تكون الاخيره. بس يا اخوان التراك القادم باذن الله ب 24 ساعه تركيه. توفيق ان شاء الله يا شباب. ايش اسم التراك بيكون؟ الفيديو هذا انا شايفه من اول الامان، قسم بالله الفيديو ضحك بشكل مو طبيعي. ابو هند المسكين كان يبغى يسلم على تركي، تركي سحب عليه. والله اساطير تقول لك انه ابو هند الى الان ما يده ما في اي احد رد عليه. تدرون كيف يا اخوان؟ خلونا ندق عليه فيس تايم نطمن ان شاء الله انه على الاقل في احد رد عليه السلام ولا حاجه. لا هذا هو يا رجال طيب الحمد لله، شكلهم ردوا عليه. لا حول ولا قوه الا بالله. علي يا اخوي تصبر تصبر، باذن الله باذن الله تنحل قريب. لا حول ولا قوة الا بالله، تنحل قريب اخوي، معوضين خير.
اوكي اخوان، هذه كانت نهايه فيديوهاتنا اليوم. ضحكنا مره واحده. اذا كنت تبغى فيديوك يطلع في الشهر الجاي، لا تنسى انك تحط المقطع في هاشتاج توبز لا تضحك على انستغرام. اما الان ننتقل الى فقره المفضله في هذه السلسله، اللي هي فقره دعم الستريمرز في تويتش. ليتس جو. هذا الستريمر اللي راح نسوي له يا اخوان دونيشن بحلقه اليوم. لو تلاحظون اللي قاعدين يتابعونا ثلاثه بس، وبرضه حاط هدف بانه يشتري كرت شاشه، والكرت هذا قيمته $500. اتوقع بس لقيت الشخص المناسب. ولكن يا اخوان قبل ما اسوي له الدونيشن ب $500، راح نسوي له دونيشن خفيف، راح اطلب منه يقول لنا فيه نكته، لان ما انا موسوعه الضحك حقتي ما خلصت اليوم، ونفسي اضحك زياده. بل يا عمري مستر بيس، شكرا لك على $3.33. يقول عطنا نكتة سريع ولك هدية. عطينا ابي اضحك. مرة كان في واحد وصاروا اثنين. انا اقول نروح نسوي دونيشن ستريمر ثاني افضل. لازم اوكي خلينا نفكر بوالد ثاني. لا لا الله يعطيك الصحة والعافية، الله يعطيك الصحة والعافية. خلاص خلونا نسوي دونيشن على طول بال $500. يا ساتر ديم هذا ايش؟ يا ساتر. الو هلا هلا زار اخوي نسمعك. يا ساتر $500. ليتس جو. $500 $500 تستاهل تستاهل. وات؟ ها والله مالي مستوعب مالي مستوعب ايش اللي صار. ما سوينا شيء. انا اشوف للامانه قلبي يا عيال والله العظيم قلبي. توبز ايش سويت يا توبز؟ الله يسعدك على $500. الله يسعدك ويسعدك ان شاء الله. يا عيال والله ما عندي كلام، والله ما عندي كلام. $500 يا توبز، الله يسعدك ويعوض على هيك اضعاف اضعاف يا اخي. الله يسعد زي ما سعدتني، زي ما سعدتني. الله يسعد، الله يسعدك زي ما سعدتني، والله العظيم شكرا. اللهم امين، ويسعدك ويسعد كل من يتابع هذا الفيديو. والله العظيم يا اخوان قلبي بيطلع من مكان. لا لا اذكر الله يا حبيبي، ان شاء الله ما يطلع من مكان. اخيرا كرت الشاشه جت يا اخوان، كرت الشاشه جت اخيرا، يعني بنبس بدون تقطيع بدون اي شيء. والله شكرا لك يا توبز. ديم والله كفو، الله يسعدك ويعوض عليك. اللهم امين يا شيخ، قسم بالله يا اخوان اني مبسوط اكثر منه. ايه هذه الفيديوهات يا اخوان، يعني بدايه الفيديو قاعدين نشوف فيديوهات تضحك ونضحك وزي كذا، في نهايه الفيديو نسعد واحد وندعمه في بدايه مسيرته. اتمنى له والله كل التوفيق، واضح عليه يا اخوان انه انسان رهيب. شكرا لكم يا اخوان على المشاهده. رسميا رجعنا الان لتنزيل مقاطع اليوتيوب، نشوفكم ان شاء الله على خير بفيديو جاي. كاكا عبد الله، يلا سلام.